كشفت بيانات صينيه رسميه عن نمو صادرات بكين بشكل اكبر من المتوقع في خلال الشهرين الاولين من العام الجاري في مؤشر على تحسن الطلب في ثاني اكبر اقتصاد في العالم بحسب البيانات فقد ارتفعت الشحونات الخارجيه المقومه بالدولار الامريكي بنسبه 7.1% خلال شهري جانفي وفيفري 2024 مقارنه بالفتره نفسها من 2023 وهو ارتفاع اكبر من المتوقعات السابقه التي كانت في حدود 1.9% كما ارتفعت الواردات بنحو 3.5% في حين بلغ الفائض التجاري 125 مليار دولار أمريكي